حاجه ما يستعجب في السبيطار. الاكسجين من البارح من الوحدات اللي راهم بلا الاكسجين، الناس راهي تموت. عندكم الدبزه، هذا الوالي، هذا يسموه المسؤولين، وراهم ارواح الشعب راه يموت. حاجه الشعب راه يموت، الاكسجين مكاش. ها عاونونا، جاش راه والله يا ما جا مسؤول، ما جا والي، ما جا عندك هذا ابوه، راه مسكين راه مريض. بويا ربينا حيا والموت. علاه ما تخافوش ربي؟ علاه علاه علاه؟ ولا مسؤول جالس. علاه ما تخافوش ربي؟ ما كانش الاكسجين، بارطاجوا الماكسيموم جماعه. كاع لي مالاد، كاع لي مالاد، كاع راهم يموتوا قسما بالله. لا بيت، كاع الناس راهي تموت، ما كانش اللي جا عندك الدبزه كاع. اصبر الذي يسبي لك. كاش اللي جا عندنا، علاه زعما جاي هذه؟ حتى الاداره تاع السبيطار وما جاش عندنا الاداره. سمعني، الناس راهي تموت والله. لا من الوحده تاع اللي ما كاش الاكسجين، ما كاش الاكسجين من الوحده تاع اللي. ها هذه دوله، هذه الجزائر الجزيره، هذه احسن منظومه في افريقيا. قول هذاك الوازن اللي هضر، قال لهم عندنا الاكسجين، الناس راهي تموت، وراه الاكسجين، وراه دوله ما تجمش، دوله كقاره ما تجمش توفر الاكسجين. عندكم الناس راهي تموت، يا ربي الناس راهي تموت، الناس راهي تموت، سمعتوني؟ الناس راهي تموت، راهي تموت. راه الدبزه عندك، كاع الناس كاع ماتوا اليوم من الوحده تاع الليل، من الوحده تاع الليل ما كاش الاكسجين. ما جا والي، ما جا وسائل، ما جا مدير صحه. شو هذا؟ احنا شاكون، احنا زوايل حمير. ها خافوا ربي، خافوا ربي، ما خافوا الموت، كاع نموتوا، ما خافوا ربي. يا مسمان با ما كاش اللي جا، ما لوصولناش، قالوا لناش باللي الاكسجين ما كاش. دبروا على رواحكم، ما كاش، لان الناس راهي تموت. حتى على 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 بارطاجوا جماعه الماكسيم.